كلمنا بقى عن المسلسل ده بالتحديد يا فندم، لانه احنا شايفين حتى البوسترز، خليني اقول مش هقول لك تريلرز، صحيح. البوسترز مخلينا عايزين نتفرج على المسلسل ونتابعه من دلوقتي. كلمنا اكتر عنه، واضح طبعا انه انتاج ضخم. صحيح صحيح، انتاج ضخم ويتصدر اسماءه ثلاثه من اهم القوى الناعمه او رموز القوى الناعمه في مصر، سواء كريم عبد العزيز او الكاتب عبد الرحيم كمال او المخرج بيتر ميمي. وبيتناول يعني بشكل مبسط للجمهور فكره نشاه اول جماعه متطرفه او اول جماعه يعني تخلط الاوراق ببعض علشان تحقق اهداف سياسيه تحت ستار الدين، وهي جماعه ما اطلق عليها الحشاشين ومؤسسها الصباح. أعتقد أن الناس هتتفاجأ بتشابه يعني الفكر وتشابه المخططات وتشابه الغايات الغير شريفة ما بين هذه الجماعة وما حدث في مصر من 2013. صحيح. من 2011 حتى تحرير مصر في 2013. العمل يعني زي ما انت قلتي انتاج ضخم جدا، مش موجود على أي شاشة أو على أي شاشات خارج شاشات القناة المتحدة سوى بعض الشاشات العربية اللي تعاقدت على عرضه. بيعيد مصر إلى مكانتها الكبيرة جدا في صناعة الدراما التاريخية، واحنا عارفين الصورة دلوقتي عاملة صحيح. ازاي. أنا بتابع معاكم يعني عمل ملحمي، وأعتقد أنه فعلا يعني يطلق عليه عمل ملحمي، وأعتقد أنه هو هيكون الجواد الرابح لدراما هذا العام. بجواره طبعا في شغل تاريخي فانتازي في عودة ألف ليلة وليلة من خلال ياسر جلال وجودر، ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نعيد هذا الفن اللي كلنا تربينا عليه في البيوت المصرية انه يرجع مرة اخرى للشاشات، ده انجاز كبير جدا. ولكن انا لسه بتابع معاكم الحشاشين، اعتقد ان المسلسل زي ما بقول لكم يعني هيحقق نجاح كبير صحيح. جدا في نسب المشاهدات، هيحقق رد فعل كبير جدا في الشارع، لان احنا بنتكلم عن عمل تاريخي وعن جماعة يعني الفكرة الرئيسية ليها هي كانت جماعة الحشاشين اللي هي جماعة الإخوان الإرهابية. فهيشوفوا المفارقات وهيشوفوا الربط اللي قدر عبد الرحيم كمال يربطه ما بين الفكر المتطرف في نشأة والأحداث والاغتيالات التي صنعتها جماعة الحشاشين ونطبقها فعلينا الباطن بما حدث في مصر في 2011 و2012 و2013.